الطعام اللين اهميته بالنسبه للببغاوات والطيور. طبعا لو انت عندك اي طير لازم تسمع معايا الفيديو للنهايه، هقول لحضرتك على طريقه تقديم الطعام اللين وهنختار ايه من الحبوب، والطعام اللين ده ليه شروط لازم ان احنا نعملها بالظبط، وايه اهميه الطعام اللين. الطعام اللين ده بيتكون من ايه؟ احنا عايزين الوقت نعمل تركيبه غذائيه فيها جميع العناصر الغذائيه. ازاي بنعملها وايه هي مكونات الوصفه؟ لازم تتابع معايا الفيديو للنهايه. وقبل ما تكمل الفيديو انزل تحت بسرعه واعمل اعجاب واعمل اشتراك لو اول مره تشوفنا. اول حاجه هنجيب الفول، احنا معانا الوقت ده فول اسمه فول مفصص او فول متقشر، يعني في بقى في معانا فول بقشره ويبقى فيه فول تاني متفصص. ايا كان هنستخدم ايا كان اي نوع، انا شايف ان الفول المتفصص احسن. وبعد كده ايضا هنستخدم اللوبيا، دي بتسمى في مصر اسمها لوبيا، ما اعرفش بقى هي بتسمى ايه بالنسبه للعراق او الدول دي، لان معظم المتابعين لينا من العراق، واهلا وسهلا باهل العراق. معانا اللوبيا، هناخد قدر يعني على قدر عدد الطيور اللي عندنا. انا عندي كميه كبيره، مثلا هستخدم كميه كبيره في الايه في تليين الحبوب ديت وفي غلي الحبوب. اهو معانا ده الفول الايه الفول اللي هو بقشره، ممكن استخدم الفول بقشره بس انا بحفز يعني ان يكون الافضل ان هو يكون فول مفصص او فول يعني متقشر. هاخد ايضا الفاصوليا، الفاصوليا دي مهمه جدا. انا بعمل الوقت تركيبه من الاكل اللين فيها جميع العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الطائر ايا كان هذا الطائر، يعني سواء كنت بتربي عصافير، كوكتيل، ببغاوات، ايا كان. والاكل اللين ده مهم جدا في موسم التزاوج، ومهم جدا 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 في فتره يعني التاكيل لما يكون في فروخ والام بتاكل اولادها، فالاكل اللين ده مهم جدا. ايضا هستخدم ايضا في التركيبه دي هستخدم القمح، اسمه القمح، عشان الناس بقى طبعا يعني اللي ايه اللي بتقول لك لازم يعني تقول القمح، يعني القمح او الايه او الغله، يعني في ناس بتقول عليها الغله او القمح، او اللي هو بتصنع منه الدقيق زي ما احنا شايفين معانا اهوت بردك، عشان بردك اختلاف المسميات بين البلاد. وهناخد التركيبه دي كلها ونبدا نغليها غليه واحده بس، غليه واحده يعني مجرد بس ان هي تغلى يعني مره واحده. بعد ما تغلف مره واحده طبعا انا بحب اعمل كميه بسيطه، ليه بقى؟ لان يعني ايه لما يكون الاكل طازج احسن ما يكون الاكل يعني بايت في الثلاجه اكتر من مره، وده طبعا ممكن يؤدي الى ايه الى مشاكل صحيه للطيور. يعني لما تعمل كميه بسيطه احسن، يعني ما تكترش قوي في الكميه وبعد كده ايه الاكل يفيض وبعد كده تدخله في الثلاجه ويفضل اسبوع اسبوعين. فطبعا لا، لما يكون الاكل لما يكون طازج احسن كتير. انا هسيب الاكل ده هو بايت، هسيب الاكل ده هو بايت في الميه السخنه، وهصبح الصبحية طبعا أبدأ أغسل الحبوب تاني. هغسل الحبوب ليه؟ لأن طبعا يعني الفاصوليا والحاجات ديت بتبقى تطلع مواد إيه لما تغلي، بتبقى تطلع مواد مش كويسة، فأنا بغسل الحبوب، بغسلها، برمي المية اللي كانت مغلية فيها وببدأ أغسل الحبوب، أغسلها مرة واثنين وثلاثة. أنا بحافظ على الطيور جدا بالذات لما يكون تحتهم فروخ، لأن الفرخ الصغير ده بيبقى حساس جدا، خلي بالكم كويس جدا يا جماعة. هبدأ أغلي بعد كده الحبوب دهيت، يعني بمجرد فقط ما الميه تغلي بس، يعني مش عايزين الحبوب تبقى طريه قوي، يعني هي غاليه واحده بس وخلاص. بعد كده ببدا بقى بقدمها للطيور. طبعا انا لما اجي اقدم الاكل اللين دهوت لازم اقدمه في طبق يعني يكون كويس جدا، يعني يكون نظيف، يبقى فيه نظافه. الاكل اللين دهوت ما ينفعش اسيبه اكتر من ساعتين اتنين، يعني لان انت لو سيبته اكتر من ساعتين ممكن يبدا يتعفن، يبدا يحصل مشكله بعد كده. خلي بالك كويس جدا، الطبق لازم أن يكون نظيف، ما تسيبش الاكل اكتر من ساعتين، خلي بالكوا كويس جدا الاكل ما تسيبوش مده طويله، لان كده ممكن يبدا يعفن او يعمل فطريات بعد كده في معده الطائر، بالذات لما يكون عندك فروخ صغيره، لان الفرخ الصغير دوت ما بيستحملش يعني ضعيف جدا، فالاكل اللي هو اللين ده ممكن يؤدي الى مشاكل خطيره جدا. خلي بالك انت لو انت عندك اكل فائض يجب وضع هذا الطعام في الثلاجه، لابد ان انت تحط الاكل الفائض دوت في الثلاجه. ممكن تسيب في يعني تسيب في الطعام دهوت او في الحبوب دهيت تسيب فيه قليل من الماء، يعني ما تنشفوش من الميه. ممكن تعصر فيه ليمونه، الليمونه دي هتبقى كويسه جدا لما تبقى تطلعه، ما تسيبوش كتير قوي، يعني بس مثلا هتسيبه مثلا في الثلاجه بقى يعني اسبوع اسبوعين، لا طبعا كده يعني ايه يعني هتبقى فيه مشكله. احنا الوقت عايزين نحافظ على صحه الطيور لما يكون الطعام، ولذلك انا بقول لحضرتك ان انت اعمل يعني ايه اعمل بالقدر المناسب للطيور عندك. طيب انا اقدم الطعام اللين دهوت كم مره في الاسبوع؟ لما يكون في فروخ يبقى انت تقدمه كل يوم، لما يكون في فروخ
اقدمه كل يوم. طيب لما ما يكونش فيه فروخ ممكن تقدمه مثلا ثلاث مرات في الاسبوع، طبعا مع الاكلات التانية طبعا الخضروات والاكل طبعا الحبوب والكلام ده. طبعا الحبوب دي لا غنى عنها مطلقا، يعني الحبوب لا غنى عنها ابدا مطلقا. يفضل تقديم الاكل اللين دوت في الصباح الباكر، يفضل قبل تقديم الاكل اللين ان انت تجوع الطائر، يعني ممكن ترفع الحبوب عنه مثلا ثلاث ساعات بحيث ان الطائر يكون متشوق جدا للاكل اللين. لو الطيور عندك ما بتاكلش اكل لين يبقى في الحاله ديت انت حاول انت تعودهم على كده من خلال ان انت ترفع الاكل، ترفع الحبوب مثلا اربع ساعات وتجوع الطيور وبعد كده تبدا تقدم الاكل اللين. خلي بالك كويس جدا عند تقديم الكوسه او الخضروات، لان الخضروات ديت ممكن تؤدي الى اسباب الموت المفاجئ. ليه؟ لان ممكن يحصل تسمم غذائي. شايفين الكوسه قدامي انا منظفها كويس جدا، او الخيار غسله كويس جدا، يعني منظفه كويس جدا. ليه؟ لانه ممكن يكون مرشوش، ممكن يكون وقع في بعض المواد اللي مش كويسه، فانت لازم تنظفه كويس جدا. عندنا الباميه، يعني انا بحط كل انواع العناصر الغذائيه، يعني حط للطائر كل انواع العناصر الغذائيه. المهم ان انت تنظف الخضروات كويس جدا، ان انت تحطها في طبق كويس، يعني يكون طبق يعني ايه نظيف، بحيث ان ايه ما يحصلش تلوث غذائي ولا يحصل يعني مشاكل في امعاء الطائر. طبعا انا ممكن احطها هنا في الطفايه ديت او الطبق الزجاجي ده هوت الجميل، فانضفه كويس. واحط برضك المانجا، شوفوا معايا كده كويس جدا. المانجا دي انا هعملها ازاي؟ انا الافضل ان انا اجيبها وبرضك واخرطها قطع بسيطه جدا، بحيث ان هي ايه يعني يسهل على الطائر ان هو يمسكها بمنقاره او بايديه، بحيث ان هي ما تقعش. فانا بخرطها يعني قطع بسيطه جدا وصغيره جدا عشان احطها للبابغاوات. انا طبعا بعمل عمليه تكامل غذائي وتنويع هائل جدا للبابغاوات والعصافير، بحيث ان الطائر يكون جسمه يعني ايه متاسس صح، يعني جسمه اخذ جميع العناصر الغذائيه. المهم كله يا جماعه ان انا اهتم جدا، لان الاكل اللين ده هو ممكن يؤدي الى مشاكل كبيره جدا لو ما كانش الطبق نظيف، او لو انا سبت الاكل ده قدام الطائر مده كبيره. يعني ديت مشكله الاكل اللين او مشكله الفواكه، ان انت لما تسيبها فتره طويله ممكن تتلوث بالفضلات، ممكن تعمل لي مشاكل كتيره جدا. طبعا ما انساش طبعا الجرجير، ما انساش الفجل، ما انساش الخص، الحاجات دي كلها مهمه جدا بالذات في موسم التزاوج. طبعا انا هسيب لك رابط فيديو ايضا عن يعني عن الطعام المناسب للبابغاوات، هكلمك برضك عن يعني بعض انواع الحبوب المهمه جدا زي الحلبه وحاجات كتيره جدا. يعني حاول انت تسمع معايا الفيديو وتابعنا، وان شاء الله تعالى باذن الله هتستفيد. نوع للطائر بكافه انواع العناصر الغذائيه. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله.